ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آياته تزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الذين يلحدون في آيات الله لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير إن الفضائل فضل طلب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم فضل طلب العلم فضي أولاها يجدك لوقع علمنا صبرته قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حويري من سلك طريقا قفك ودقاضه يلتمس عقاضه فيه ودقا دحذيذه علما علم صبرته سهل الله إلهي وسهلا له قفكاس به طريقا إلى الجنة جدك جنة إلهي وسهلا رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم محيري من يرد الله به خيرا قفك إلهي خير لدونه يفقهه في الدين دين تبحك فانسيا متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقضى عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حويري إذا مات الإنسان قفك إنسانك مرقود انت انقضى عنه حقيس وحققا عمل وعمل كيسا إلا من ثلاثة صدح موبية إلا من صدقة جارية صدقة جارية ولا بحد يجرتنه عمل كيسا كما قايو أو علم ينتفع به أما علم يكون انتفاع هدوكتغنه عمل كيسا كما قايو أو ولد صالح يدعو له ولد وناكسن أو أسر دعانا يا دوكتغنى عمل كيسك مقعايو
رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.